عشبة واحدة لتخصيص الوزن بسرعة في رمضان. عشبة الإخوان اللي قديما ومعروفة أنك تخصص الوزن وفيها عدة منافع، عشبة سنة مكي أو سنة حرام من أحسن الأعشاب على الإطلاق، من أفضل وأروع الأعشاب لتخصيص الدهون، وكذلك فيها بزاف العلاجات كعلاج غازات في النصران وكذلك القبض وكثرة السموم من الجسم. الطريقة هي جد سهلة وبسيطة، غناخدو سنة حرام وغنقيوها من دوك الأحجار وغادي نطحنوها على شكل بودر، نصف ملعقة صغيرة، غنزيدو عليها ماء ساخن ومن الضروري يكون الماء ساخن، ونقدروا نطبخوها ولكن هاد الطريقة اللي درت هي الأفضل. بالنسبة للناس اللي جاو من مذاق صعب نقدروا نحليوها بملعقة صغيرة من العسل الحرب. نشربنا هاد العشبة مع وجبة الفطور كتخصص في الوزن، فضلا على أنها كطرد الغازات من البطن وكتعالج عسر الهضم والإمساك وكتحفز السوائل في الأمعاء، ومن فوائدها كذلك أنها كتطرد الفطريات والفيروسات لأنها كتعتبر مضاد طبيعي. من احسن ومن اروع الاعشاب على الاطلاق اللي معروفه في العالم عشبات سنة مكي او سنة حرام. درنا هذا الفيديو فوائد سنة مكي للتخسيس، كلشي الاخوان يبارطاجي هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم من فضل الفيديو اكثر عدد ديال الناس، اللي باقي ما دايرش اشتراك في قناتي يدير اشتراك باش يوصل الفيديو اكثر عدد ديال الناس. ان شاء الله يكون هذا المحتوى كيعجبكم، وبغينا التشجيعات ديالكم الاخوان اللي تفرج هذا الفيديو ما ينساش يخلي لنا كومونتير وتشجيعكم نتوما على التعليق. غنديروا مسابقه في هذا الفيديو، اكثر واحد كومونتا في هذا الفيديو غيربح معنا جائزه في مجال خدمتي في الاعشاب ولي برودوي الطبيعيين المنتوجات الطبيعيه في مكان في المغرب غيوصلوا، وحتى التوصيل ان شاء الله يكون من عندنا كادو. للمشاركه في المسابقه ما عليك الا دير اكثر عدد ديال لي كومونتير، وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو وصل اكثر عدد.